بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في إذاعة بنغلاديش الخارجية بنغلاديش بتر. الآن الساعة 16 بتوقيت غرينتش والعاشرة بالتوقيت المحلي. سيداتي وسادتي، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم من القسم العربي لإذاعة بنغلاديش الخارجية، ونقدم لكم برامجنا العربية مواجهة على الموجة القصيرة متينها 41.38 مترا، أعني بذبذبة وقدرها 7150 كيلو هرتز، ومحلية على موضع الإفم 90 ميجا هرتز. أنا محمد شرف الدين وزميلي محمد إنعام الحق وسيد الرحمن في تقديم البرامج. برامجنا لمساء هذا اليوم في